مش بابا هون؟ ايه هون، رجعني الماما راسه عم يجعه وتعبان كتير. اخ راسي ده، قوم ابو موفق، قوم خد هالحبة من ايدي بلكي بيرتاح راسك وبتهدى شوي. تفضل. معافى ان شاء الله. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. شوف يا ابو موفق، من هون لبكره اذا ما ارتحت لازم تروح على الدكتور. ها ستي، من هون لبكره بيفرجها الله. وفي شغله تانية، لازم تاخذ اجازه مرضيه، خليك ترتاح شوي، ما بصير تقسى على حالك كل هالقد. يا ابو موفق، اذا اخذت اجازه مرضيه راح يخصموا علي من راتب، والشغله شوفت عينك ما انا متحمله. ماما انا جوعان. لحظه شوي حبيبي، هلا بطعميك. يا الله، لوين قايم؟ بدي انزل على السوق بيع هالكم كروز دخان. شو تنزل على السوق؟ ما انك شايف حالك شلون مرضان وحيلك مهدود؟ شو بدي اسوي يا ام موفق اذا المعاش ما عم بكفي، وهالكم كروز يلي عم نبيع هون عم بيسند الراتب شوي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله انا خايفه عليك من هالشغله. ليش صار لي شغله تانية احسن منها وما اشتغلتها؟ بس انا اليوم ما رح خليك تنزل على السوق، يعني ما رح خليك تنزل على السوق. ماما انا بنزل على واضو. لا ابني لا، انت ما دخلك بهالشغله، انت التهي بدروسك الله يرضى عليك وما بدنا منك شيء. بابا بس انت تعبان وما بتحسن تشتغل. ولو كان دبر حالي. بابا شو فيها بس اليوم الله يخليك. ليش انت ما عندك وظايف ودروس؟ بلا عندي. اصبح شلون بدك تروح وتترك وظايفك ودروسك؟ طيب بس ارجع بكتبهم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب بتعرف وين بدك توقف بالسوق؟ ايه بابا بعرف. اصبح تعال خليني طعميك كم لقمه وبعدين بتمشي. تعال حبيبي. بس وينك بابا؟ بدك تدير بالك من الدوريات وتخبي الكروزات منيح. خلاص بابا لا تخاف علي. يلا حبيبي تعال كلك كم لقمه مشان تروح بكير وترجع بكير. يلا يا قلبي يلا. اجل تخبصوا يا سيدي. لك شو بدكم فهموني؟ عندك غنية قلبك تلجي قلبي نار ليفاء وهبي؟ ولك شو بدك فيها، هي قديمة وبايخة، عندي أفظع. مثل شو؟ بالله شو؟ لك مش نزلت على السوق؟ ما موجودة إلا عندي. أعطينا منك خطية تخباي فاتميها تهريبة. مع السلامة حبيبي. وانتو حبيبي شو بدكم؟ شو السيدي اللي عطيته اياه؟ ايوه فكرة. شرف حبيبي شرف. مرحبا حسان. أهلين موفق، شو جابك له؟ والله بمريض ونازل بيع كروزات الدخان بداله. بداله؟ اصبح وينه؟ اسمعني منيح شو رح اقول لك. بتحط شنطتك بمحل امين وبتطالع من الكروز اربع خمس باكيتات بتحشهم بعبك وبتحمل باكيت واحد بايدك. ها باكيت واحد، ولا تنادي بصوت عالي وتشلق الكل عليك. اوعى فهمت؟ فهمان. بعدين خلي عيونك 10/10 على الدوريات، وإذا شفت دورية فورا هروبها، مو ما تهرب، تضل واقف وتعمل حالك مالك خبر، اوعها. ليه؟ لك شو ليه؟ بيمسكوك وبتضل تاكل قتل لتفرق، وبياخذوا البضاعة منك وبيحبسوك أنت وأبوك. معقولة؟ مثل ما عم بقلك، المهم إنك تهرب وما يمسكوك، اسألني إلي. والله شايف لك هون ناشف بنوك، أحسن شي انزع الكراجات، هلا بكون حابكة هونيك. أصبح أنا رايح. السلام عليكم. وعليكم السلام، سلام على أبوك. الله يسلمك. الحقيقة يا شباب أنا كنت عند سيادة الوزير اليوم، وقال سيادته بالاجتماع أنه التهريب شغال بكل وقاحة وجرأة، وأنه الحدود صارت مخترقة مثل الغربان، مين ما كان فايت ومحمل ومين ما كان طالع ومحمل. وقال سيادته بالحرف الواحد أنه اللي بيمشي عنا بالسوق كأنه ماشي بالسوق الحرة، لأنه كل شيء موجود، ويسكي مهرب، دخان، تياب، ساعات، تلفزيونات، برادات، غسالات، حتى الجوز واللوز والفستق صار تهريب. وطبعا مثل ما بتعرفوا هذا بيضعف الاقتصاد الوطني وبيمس بهيبة الحكومة. وحملني أنا بالذات باعتباري رئيس مطاردة المهربين مسؤولية كاملة عن الموضوع. لذلك الله يرضى عليكم بدي منكم تشدوا لي الهمة، وكل مهرب تمسكوه بتجيبوه لي إياه لعندي لهون،
لحتى ورجيه نجوم الظهر شخصيا. قرب على الدخان، قرب يا حبيب. تباكو تباكو، قرب على الدخان. تباكو تباكو. بيته هلكنا هذا. اي مفتوح وسريع. اسمع حسين، قوم من هون. هيدا تعمل. يلا. شو حسون؟ لقيته؟ لك يخرب بيته مثل السعدان، دورت عليه بكل قرني وما كنت لاقيه. تعرف عيوني. طيب الحقوني. يلا. وين ولا؟ هرب. لك اقصى رجال، لك يخرب بيت قلبك شو تنابيل، لك يلا بسرعة. خلوه خلا. اهلا وسهلا. ان شاء الله تقولي، ان شاء الله تقولي. وين بدك تهرب مني يا حقير؟ حسين حيدر شدوه خلصوا. ان شاء الله تقولي يا قبي مريضة وخطر الضعاء وتركوني. ان شاء الله احسن لك ياونا. ان شاء الله تركوني. شدوه. شو وقع بالمصيدة؟ لك يا معلم وقع. يلا هاتوش حطوا على السيارة. ايش حاطك حسين؟ لا لا لا، اتركوا الولد، لك حاجته حرام عليكم. شو عاملكم حتى عم تعذبوه؟ انت شو دخلك؟ امشي بطريقك بالعلاج. صحيح شو دخلني؟ ليش عم كتر غلبي انا؟ شو دخلني؟ اتركوني. اتركني. هلا شو سوالكم هالمسكين حتى تكاثرتوا عليه وبدكم تاخذوه؟ امشي بطريقك انت، بدخلك بهالشغلات. العمى شو وحوش؟ شو؟ ما عم تعرفوا تشحطوا له هرقي؟ هات عصاية رحمة. بعد هيك تبيا فليتها فليت. قوم لشوف، حطوا على السيارة. يلا امشوا. الو، احترامي سيدي. سيدي ببشركم كل شيء تمام، قبضنا على المهربين وصادرنا كل البضاعة، وهذا كله بفضل توجيهاتكم سيدي.